لقد رأينا في الدرس السابق أنه عندما ترفع العدد لقوى أعلى فأعلى فإن النتائج تتراوح بين 1 I ناقص 1 ناقص I وترجع مرة أخرى لواحد وتكرر النواتج. وأريد أن أرى إذا كان بالإمكان أن أحل. أعتقد أنك تطلق عليها المسائل الخادعة، وهذه الأمثلة ممتعة عند الحل، ويمكنك استخدام هذا عندما تكون قوى I عبارة عن تكرار للقيم. يمكنك القيام بهذا، وسنحاول أخذ قوى أعلى بكثير للعدد I لنجرب مثلا I للقوة 100. وهنا لاحظ أن 100 هي من مضاعفات الأربعة، إذا يمكن أن نقول أن هذا يعادل I للقوة 4 ضرب 25. ومن خصائص الأسس أنه نفس الشيء لI للقوة 4، الكل مرفوع للقوة 25. إذن عدد مرفوع لقوة والقوة نفسها مرفوعة لقوة أخرى، هذا نفسه I للقوة 4 ضرب 25 أو ضرب هاتين القوتان، وهذا مباشر I للقوة 4 يساوي 1، إذن يساوي 1. 1 للقوة 25 يساوي 1. إذن مرة أخرى نحن نستخدم التكرار عندما تكون I مرفوعة لقوة معينة حتى لو كانت قيمة القوة كبيرة جدا. دعونا الآن نجرب شيئا مختلفا، لنجرب مثلا I للقوة 501. الآن في هذا المثال 501 ليست من مضاعفات الأربعة، لذلك لن نستطيع اتباع الطريقة ذاتها، لكن ما يمكن فعله هو أن تجزئ العدد إلى عددين. الأول سيكون مرفوعا لقوى من مضاعفات الأربعة، والثاني ليس من مضاعفاتها. لنجرب ذلك، 500 تعتبر من مضاعفات الأربعة، إذن يمكن كتابة العدد على النحو I للقوة 500 ضرب I للقوة 1. صحيح، لدينا الأساس نفسه، عندما نضرب العددين نقوم بجمع الأسس ونعلم أن هذا يعادل هنا I للقوة 500 يساوي I للقوة 4، الكل مرفوعة للقوة 125. سيكون هذا الجزء هكذا، I للقوة 500 يساوي I للقوة 4 الكل للقوة 125 ضرب I للقوة 1. حسنا، I للقوة 4 يساوي 1، 1 للقوة 125 يساوي 1، إذن كل هذا يساوي 1، وسيكون الناتج النهائي I للقوة 1 ويساوي I. يتضح لنا في البداية أنها مسألة غاية في الصعوبة وتأخذ وقتا طويلا، لكن يمكن حلها بسرعة عن طريق استخدام مبدأ التدوير I للقوة 500 يساوي 1، إذن يتبقى لدينا I. على وجه العموم إذا كانت مرفوعة لقوة من مضاعفات الأربعة، وهنا نكتب كي، نضع هذا الرمز لنوضح أن العدد ليس سالب أي أنه أكبر من أو يساوي الصفر، I مرفوعة لقوة من مضاعفات 4 فنحصل على هنا 1، لأن هذه العبارة تعادل I للقوة 4 الكل مرفوع للقوة K، حيث أنها مساوية لواحد للقوة K فيكون الناتج 1. وإذا كان أي شيء آخر، فإذا كانت المسألة I للقوة 4K زائد 1 فيمكن اتخاذ هذا الإجراء أيضا. إذن دعونا نحل المزيد من الأمثلة من أجل توضيح الفكرة. سنجرب الآن لدينا I للقوة 7321، سيكون هذا عبارة عن أحد مضاعفات الأربعة زائد عدد آخر، ويمكن القيام بذلك
من خلال التمعن في العدد 7320 ومعرفة قابلية قسمته على 4، سيكون الإجراء كالتالي: لدينا I للقوة 7320 ضرب I للقوة 1، وهو من مضاعفات العدد 4 هنا، حيث أن الألف مضاعف للأربعة، وأي 100 هي من مضاعفات الأربعة، وعشرون كذلك، فهذا كله يمكن تبسيطه إلى 1. آسفة، هنا هذا مرفوعا للقوة 1، إذن 7321 هي 7320 زائد 1، وهذا الجزء يتم تبسيطه إلى 1، ليتبقى لدينا I للقوة 1 ويساوي I. دعونا نقوم بحل مثال آخر. دعوني أختار عدد مثير للاهتمام. حسنا، دعوني أختار I للقوة 99. مرة أخرى، ما هو المضاعف الأكبر للأربعة والذي هو أقل من 99؟ إنه 96، وصحيح هذا، أليس كذلك؟ هذا يعادل I للقوة 96 ضرب I للقوة 3. إذا ضربنا نفس الأساسات وجمعنا الأسس سنحصل على I للقوة 99. إذن 96 هذه من مضاعفات الأربعة، وتكون هذه فقط 1، ويتبقى لدينا I للقوة 3، ويمكنك تذكر أن هذا يساوي ناقص I، وإذا نسيت هذا فيمكن أن تقول أنها تعادل I للقوة 2 ضرب I، وحسب التعريف يصبح لدينا ناقص 1 ضرب I ويساوي ناقص I. دعوني أقوم بحل واحدة أخرى من أجل الشعور بالمتعة، فهذه المسائل تعجبني. I للقوة 38. حسنا، مرة أخرى، هذا سيعادل I للقوة 36 ضرب I للقوة 2. أخذت 36 بناء على أنه أكبر مضاعف للأربعة، يقسم عليه 38 ويكون الباقي 2، ويبسط هذا إلى 1، ويتبقى I للقوة 2 يساوي ناقص 1.